طيب حلقه الخميس دايما بتبقى حلقه مهمه في الحقيقه، لان ضيفنا بيبقى مختلف دايما، هو الاستاذ الكبير الاستاذ محمد الاوسي. استاذ اوسي منورنا. ربنا يخليك يا استاذ امير، ده انا اللي بتشرف بتواجدي معاك وبتشرف بظهوري على شاشه النادي الاهلي قدام جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان، واعضاء النادي الاهلي وكل ما ينتمي للنادي الاهلي، واي ظهور في الاهلي الحقيقه بيسعدني. اكيد منورنا دايما يا استاذ اوسي، برضه عشان الناس تبقى واخده بالها من الكلام في حلقه اليوم. احنا بنلم كل الاحداث المهمه اللي حصلت على مدار الاسبوع في حلقه الخميس مع استاذ محمد الاوسي، ونستفيد في الحديث عن هذه الامور. نبتدي بالنادي الاهلي يا استاذ اوسي. طبيعي طبعا، والنادي الاهلي خلاص خلال الفتره اللي فاتت استقر على المدير الفني، النهارده كان رابع تدريب للمستر فايلر. بتشوف القرار ازاي؟ بتشوف ردود الافعال اللي كانت حوالين هذا القرار، وفي الاخر المسانده الواضحه جدا من جمهور النادي الاهلي مؤخرا خلف النادي وخلف مستر فايلر خلال الفتره الجايه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ان شاء الله بالتوفيق للجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي. النادي الاهلي دايما لما بيختار اجهزته الفنيه خصوصا فيما يتعلق بكره القدم بكل اختيار مبني على اسس وقواعد وضوابط محدده. والاهلي يعني لم يختار ريني فايلر جوزافا او عبثا طبعا، اختاره طبقا لمعايير وطبقا لاسس وضعتها لجنه تخطيط وتطوير كره القدم برئاسه الدكتور طه اسماعيل، ومع الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو، وطبعا في وجود كابتن الخطيب، طبعا يعني واحد من ابرز علامات كره القدم ليس في النادي الاهلي بل في مصر. يعني مفيش حد، يعني لو حد اتكلم في كره في مصر يبقى كابتن محمود الخطيب. يعني اعتقد واحد من اللي يقدروا يحددوا مين اللي يقدر يدرب، مين اللي يقدر يشتغل بتاع. انت بتختار طبقا لضوابط معينه وبعد كده الظروف هي اللي بتحدد. يعني بالظبط كان القرار بعد ما دراسه سيره ذاتيه ما يعني اكثر من 30 مدرب تقريبا في مختلف الاتجاهات ومختلف الزوايا، وكان هناك حاجات محدده ويمكن الشيخ طه وضحها بشكل واضح جدا وتحدث عنها، وكان اهم حاجه في الموضوع الطموح. هو اللجنه التخطيط وتطوير كره القدم في النادي الاهلي او اللجنه اللي اختارت المدرب الاهلي بتركز على ان اللي يجي يشتغل في النادي لازم يكون عنده طموح طبعا، لازم يكون عنده رغبه، لازم يكون عنده مقدره، لازم يكون عنده نهم لتحقيق انتصارات وبطولات وصناعه اسم ومجد. وكم من مدرب جاء للنادي الاهلي مجهولا وخرج منه مبني للمعلوم، خرج منه معلوما، خرج منه نجما، خرج منه اسطوريا. كثير من المدربين اللي جم النادي الاهلي ما كانش ليهم اسماء كبيره، ما عملوش انجازات كبيره قبل الاهلي ولا حتى بعد الاهلي عملوا انجازات، لكن الاهلي بادارته بجمهوره بلعبه بمنظومته بسياسته بقيمه بمبادئه باخلاقياته بتاريخه بكل هذه المؤسسه العملاقه الكبيره يستطيع ان يساعد اي مدرب على النجاح مهما كان. بغض النظر عن مستوى رينيه فايلر او من عدمه الان، لان ده مش هنقدر نحكم عليه دلوقتي خالص. واي حكم عليه دلوقتي هيبقى يعني مجرد كلام في الهواء. طبعا الحكم عليه، طبعا الراجل واخد دوري بلجيكا مع اندرلخت، واخد السوبر البلجيكي، وعلى فكره ده تعتبر انجازات كويسه جدا. هو ناس مستعجله يعني شويه باندرلخت، اندرلخت فريق كبير جدا في اوروبا، يعني ده واحد من الفرق الثقيله جدا اللي لها تاريخ كبير في اوروبا. وبعدين يعني كون هو جاب لهم الدوري بعد غياب 4 سنين دي حاجه كبيره. هو من يعني اخر 5 سنين ما خدوش فيها غير هو اللي خدها وبعد كده خد معاهم السوبر، وبعد كده لم يوصل لدور الثمانيه في الدوري الاوروبي. فدي اعتقد ده حاجات كلها بالزبط. وخرج تقريبا بالتعادل، ما كانش خسر بالاكسترا تايم من مانشستر يونايتد بالظبط معروفه يعني. وغير الفرق اللي دربها ايا كان، المهم المدرب ورغم صغر سنه 45 عاما يتم خلال الايام القليله المقبله 46 يعني عاما يوم 14 45 عاما يبدا عامه 46 تقريبا. لا يتم 46 اعتقد. طيب ايا كان 45 او 46، اذا هو في مرحله الشغف، في مرحله الطموح، في مرحله الرغبه في عمل انجاز تحقيق اسم، فده كان مهم جدا. جعان بطولات يعني يا استاذ اوسي، جعان بطولات. أوه. وانا دايما بؤيد جعان بطولات، دي افضل من مدرب يكون عنده بطولات وعنده انجازات عظيمه وجاي فجاي عليك كبير وجاي عليك متأهل وجاي مش هيفرق معاه لو ما نجحش، مش انت مش هتفرق معاه، واخد بالك؟ لكن لما يكون مدرب طموح وشاب وعنده رغبه وعنده رؤيه وعنده فكر كويس ده مهم جدا حقيقة. يعني لما نشوف مدربين كبار، شفنا مورينيو انطلاقته كانت عامله ازاي بالظبط، وبعد ما بقى مدرب عظيم دلوقتي بقى بينزل الكيرف بتاعه، محدش بيطلب مورينيو دلوقتي. ما بقول لك شوف، كان نمبر 1 في العالم، ده هو متاح في سوق المدربين، مش ده كان رقم 1 في العالم طبعا، كان اي حد في العالم يعني يتمناه. دلوقتي محدش بيطلب مورينيو، بص ولم يكن اصلا حتى لاعب كره قدم، هو برضه عشان ما طورش من نفسه في الحقيقه في موضوع، بيلعب على طول بطريقه معينه ما بيغيرهاش وكلام من ده، لكن عموما يعني ايا كان يعني احنا بنضرب امثله يعني طبعا.
فدايما المدربين شفنا جوارديولا لما خد اكتر من تجارب مع برشلونه مع بايرن ميونخ الان مع مان يونايتد ازاي قدر يحقق الطموحات، يعني ما قدرش يحقق مع او حقق مع برشلونه طموحات كبيره جدا وراح بايرن ميونخ ما خدش غير الدوري، راح في الدوري الانجليزي برضه لغايه دلوقتي ما خدش غير ارقام محليه، ما قدرش ياخد دوري ابطال اوروبا، لكن في النهايه المدربين شبان بيبقى عندهم طموحات عندهم رغبات عشان يقدروا يعملوا اسماء كبيره ويقدروا يعملوا تنتج المدرب بتاع اياكس امستردام وصل قبل نهائي تشامبيونز ليج مدرب صغير بالظبط، كان مين يعرفه اصلا يعني بالظبط يعني فينهم البطوله بس يعني في مدربين او في انديه او في فرق بتصنع مدربين وبتصنع كيانات وطموحهم بيلتقي مع طموح هذا النادي بيصنع. انا يعني الملخص هذا الموضوع ان الاهلي ليس مدرب وليس لاعب وليس اداره وليس جمهور، يعني مش الاهلي مش جزر منعزل، الاهلي طبعاً. كل هؤلاء يتحطوا معا بنسب معينه يديك في النهايه التوتال اللي هو النسبه اللي ترضي غرور جمهور الاهلي، اللي تحقق انجازات جمهور الاهلي، بيتحقق بطولات للنادي الاهلي. فالجزئيه اللي انا كنت عايز اركز عليها اللي هي ان منظومه الاهلي قادره على يعني تحقيق النجاح لاي مدرب يعمل فيه، يعني وشفنا نماذج كتيره بدون ضرب امثله ازاي الاهلي قدر يساعد مدربين كانوا يعني سيارهم الذاتيه قليله جدا لكن قدروا يحققوا انجازات كبيره جدا. واصحاب السيارة الذاتيه اين كانوا قبل ان يحققوا هذه السيارة الذاتيه؟ يعني اي حد بيعمل سيارة ذاتيه ربما يكون الاهلي هذا انطلاقه كبيره لهذا الرجل يعني. ده على الشكل الاداري، حضرتك بتتكلم على الشكل الاداري، ما بالك بقى على الشكل الجماهيري. الشكل الجماهيري لما يبقى مدرب في ظهره جماهير بحجم جماهير النادي الاهلي يبقى مؤكد باذن الله هينجح لو كل جماهير سندته. والجمهور مهم جدا ويقدر جمهور الاهلي الواعي المتفتح الفاهم يضحد كل المحاولات التي ربما جاءت من بعض الذين داخلهم احقاد او اغيار او يهمهم ان الاهلي لا ينجح او يحطموا هذا الرجل قبل ان يبدا يحطموا معنوياته ويأثروا على علاقته باللعيبه بدري. جمهور الاهلي الفاهم جمهور الاهلي الواعي دشنا هاشتاجا على تويتر كان هو يعني متصدر تويتر رقم واحد الهاشتاج ده ان هم كلهم داعمين لهذا الرجل، حتى هو شاف ده وسعد بيه وانبسط بيه، فده مهم جدا. ده جمهور النادي الاهلي اللي دايما بنقول عليه جمهور معاه دايما في المره قبل الحلوه بالزبط. دايما في الصعبه قبل السهله، دايما في المواقف المتعثره قبل المواقف اللي فيها فرحه وبهجه. اعتقد ان جمهور الاهلي الداعم القوي للنادي الاهلي وليس المدرب الاهلي، هو الداعم القوي لاداره الاهلي والمدرب الاهلي ولاعيبه الاهلي، وهو شريك اساسي في الانجازات وفي البطولات اللي بتحقق في النادي الاهلي، وهو الذي صنع قيمه الاهلي الكبيره جدا. ما هو انت قيمتك الكبيره جدا من تقلك في الشارع لما تكون طبعا. بتصل الى 70 مليون في الشارع المصري مثلا على الاقل، فده يعني اعتقد ان ده يديك تقل كبير جدا، بيخلي قيمتك حتى الماليه عاليه، قيمتك أكيد. التسويقيه عاليه، قيمه ان حد اللي يجي يرتدي التيشيرت الاحمر ده عارف بيرتدي تيشيرت مين، يعني التيشيرت وراه ناس قد ايه يعني. ده طبعا يعني طبعا ناس داعمين، ناس محترمين، ناس خلوقين، ناس بيلتزمون بقيم واخلاقيات مبادئ النادي الاهلي، اعتقد ده بيصب كله في مصلحه النادي الاهلي. ودايما النادي الاهلي شعاره ان بعد ما يتخذ قرار الكل داعم لهذا القرار ايا كان هذا القرار. فاعتقد ان الكل داعم للجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي، يمكن حتى اللي شافوا تدريباته، في ناس مهمين شافوا التدريبات واكدوا على ان تدريبات هذا الرجل بيؤديها بشكل كويس جدا، وان شاء الله سيكون له بصمه مع النادي الاهلي. لكن دعنا ننتظر حتى نرى فايلر في ارض الملعب بعد شهر بعد شهرين من حوالي من 6 ل 8 مباريات او 10 مباريات، اعتقد ان يقدر تبان بصمته ونقدر نقول هذا الرجل هو فعلا يستحق ان يكون في هذا المكان او لا يستحق يعني. كيف تتوقع بدايته مع النادي الاهلي في المباراه الاولى ان شاء الله يوم 14؟ يعني انا طبعا نتمنى ان البدايه تكون قويه وان شاء الله الاهلي ده دور ال 32 باذن الله. في ظل فتره زمنيه قليله فور لا طبعا يعني, يعني احنا ما نقدرش نحكم، هو طبعا يعني طلب ماتشين وديين في الغالب اولهم بكره تقريبا، لا ما فيش بكره او اتلغى هيتم التطبيق يعني بخصوص بالظبط، يعني نفسه يتفرج على الفرقه وبيعمل تقسيمات بشكل كبير جدا، بيتفرج على اللعيبه بيتفرج على ادائهم بيتفرج على مستواهم، فمن خلال مجموعه المعلومات اللي هيجمعها استنادا الى الشرائط اللي شافها اعتقد هيقدر يبدا معاهم بشكل كويس، شكل هيحفظ قيمه الاهلي وهيبه الاهلي. لكن ما اعتقدش ان بصمه الرجل ممكن تظهر من اول مباراه اللي هتلعب يوم 14، لكن اعتقد مستقبلا ممكن نقدر نشوف اداؤه ازاي مع النادي الاهلي، افكاره ايه،
خططه التدريبيه ايه؟ واللي عجبني في كلامه قوي ان الراجل طبعا هو ده اللي كنت عايز اسالك تصريحاته في مؤتمر صحفي يعني رايك فيه. تمام. بالنسبه لطرق اللعب او خطه اللعب يمكن كله كان جاي بيقول لك طريقه لعبه تتفق مع اداء النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي ما اختاروش عشان طريقه اللعب يعني الراجل الاهلي اختاره لان هو شايف ان هو مدرب كويس ومدرب طموح ومدرب عنده شخصيه ومدرب عنده جراءه ومدرب عنده رغبه في تحقيق شيء اللي هي 4-2-3-1. حتى عندما سئل عن هذا الامر نفى هذا الامر وقال انا ممكن العب بالطريقه دي ممكن ما العبش بيها، انا هتفرج على امكانيات اللعيبه اشوف امكانيات اللعيبه والعب بيها، وده يدل على ان المدرب ده فاهم ومدرب واعي ومدرب عقلاني ومدرب واقعي. انا طبقا لقدرات وامكانيات اللاعبين اقدر العب، انا ما اعرفش قدرات وامكانيات لعيبه الاهلي بشكلها ازاي علشان انا العب بيها. فده كل دي مؤشرات بتديك اشياء ايجابيه عن الراجل. بالنسبه للمؤتمر طبعا المؤتمر والكلام اللي قاله فيه كلام محترم جدا، كلام هادي جدا، كلام فيه بيعكس ان الراجل ده يعني مش يعني طبعا متحفز بالتجربه سعيد بالتجربه لكن متخوف من التجربه. واي حد تشعر ان هو متخوف من التجربه يبقى ده يعني عنده احساس بالمسؤوليه، يعني دايما لما يبقى قدامك مهمه ثقيله جدا هو القلق يعني. اللي انت بالظبط حلو طبعا التعبير اللي حضرتك قلته ده هو القلق الصحي اللي موجود وده مهم جدا عشان اي حد ينجح. لكن لما تلاقي واحد مريح على الاخر وانا ضامن النجاح وده وهلعب بطريقه هجوميه وهجي هجيب البطولات انتظروا مني كل تصريحات مؤتمرات دي الكلام ده ما كانش هو لم يطلق هذه التصريحات ولم يتحدث بهذه التصريحات. ده دليل الراجل عارف يعني كره قدم، عارف يعني ان البطولات بتحتاج جهد، عارف يعني ايه بطولات بتحتاج شغل. فاعتقد ان هو هيشتغل. كلام واقعي، كلام منطقي، كلام محترم، كلام فيه ادب وفيه احترام لقيمه النادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي وللمنافسين للنادي الاهلي. يعني الحته اللي عايز اتكلم فيها مؤتمر النظام نفسه النادي الاهلي كان مؤتمر يليق الجانب التنظيمي في الحقيقه الجانب التنظيمي للنادي الاهلي كان مؤتمر يليق بالنادي الاهلي الحقيقه. مؤتمر يعني هو ده النادي الاهلي، هي دي المؤسسه الكبيره اللي بتحمل اسم النادي الاهلي في مصر. هم دول ده ال 107 يعني النادي اللي ظهر من 1907 اللي تجاوز 111 سنه وفي سنه 112 يعني فيها حاليا. هو ده النادي الاهلي وقيمته في التنظيميه ان يعمل لك مؤتمر يعني على اعلى مستوى، مؤتمر يعني مؤتمر عظيم اقل تقدير او اقل كلمه ممكن تقال. ال- 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 الاعلان عن بدء المؤتمر في الساعه 1 منتهى الدقه الساعه 1 المؤتمر بالظبط فعلا. التنظيم، الحضور، الالتزام، المنصه واللي قاعدين عليها بدون ما حد بيحاول يخطف شو، بدون حد بيعمل حاجه. الدكتور طه اسماعيل والكابتن صالح حفيظ مع المدير الفني قاعدين مع اداره من مدير مركز الاعلام الاستاذ جمال طبعا. فطبعا يعني حاجه محترمه جدا، يعني حاجه مشرفه جدا، حاجه عظيمه جدا. يعني هو ده النادي الاهلي وان شاء الله سيحقق نجاحا كبيرا سيكون عظيم. يعني دي لقطات من المؤتمر الصحفي اهي قدامنا وحاجه بصراحه تفرح. يعني مؤتمر النادي الاهلي دايما بيبقى فيه نظام في كل هذه الجوانب في الحقيقه يعني. لكن في المقابل عايز اتطرق مع حضرتك لامور اخرى خاصه بزياره الكابتن محمود الخطيب اليوم لمدينه الاسكندريه ولقائه مع محافظ الاسكندريه عشان يبحثوا سبل التعاون ما بين النادي الاهلي والمحافظه، وان الكابتن محمود الخطيب كمان طلب ان يكون في فرع للنادي الاهلي بالاسكندريه وده هيبقى شيء مميز جدا. بالمناسبه بس عايز اوضح حاجه، طبعا كل الاحترام والتقدير لكل انديه مصر في الدنيا، يعني عشان ممكن حد في الكلام اللي كان في الانترو يفهم الكلام غلط. انا بعشق النادي الاهلي وبحترم وبحب كل انديه مصر، لكن هي طبعا هتبقى خطوه مهمه جدا للنادي الاهلي لو عمل مقر ليه في مدينه الاسكندريه عشان يخدم اعضاء النادي الاهلي في اسكندريه وجمهور النادي الاهلي هناك. طبعا حاجه عظيمه طبعا وحاجه مهمه. واعتقد ان مجلس إدارة النادي الأهلي له رؤية وله تخطيط أن يذهب بالأهلي إلى يعني أماكن بعيدة، يعني أماكن بعيدة أن يحط الأهلي في مصاف الأندية العالمية وأن النادي الأهلي يبقى مختلف وأن النادي الأهلي يبقى متميز والنادي الأهلي يبقى متوسع والأهلي يبقى ليه قواعد في كل الأماكن. الأهلي فكر جديد ورؤية جديدة. الأهلي لم يعد مقتصرا على وجوده داخل القاهرة زي فرع الجزيرة، فرع مدينة نصر، فرع الزايد، فرع التجمع الخامس تحت الإنشاء. لا، ده الأهلي بيبدأ في رؤية جديدة مختلفة. الأهلي كل فروع في المدن الكبرى في مصر، ده حلم في أماكن حد عديدة ده. طبعا في محل ده وعندما يسير فيه الأهلي ستجد الآخرون لما هيشوفوا تجربة الأهلي الناجحة أكيد هيبدأ آخرون يفكروا كله في الأخير ده. في صالح الرياضة المصرية، كل ده بيصب في صالح الرياضة المصرية وبيقوي الرياضة المصرية وبيساعد على انتشار الرياضة المصرية. يعني الواحد يتمنى أن يكون في 25 فرع للنادي الأهلي أو 27 فرع أو 30 فرع للنادي الأهلي في مصر، بحيث أن كل محافظة يبقى فيها نادي أهلي، يبقى فيه منارة رياضية كبيرة جدا تفتح
تفتح أبوابها لكل الراغبين في ممارسة الرياضة، سواء على ممارسة الرياضة للجميع أو ممارسة رياضة البطولة. فده مهم جدا، وده حدث مهم جدا. دايما الأهلي بيكون سباق وبياخد خطوة في اتجاهات عديدة وفي زوايا مختلفة. أعتقد إن شاء الله الخطوة دي يعني عندما يكتب لها النجاح وترى النور وتظهر على أرض الواقع، أعتقد إن هي هتكون يعني خطوة مؤثرة جدا وخطوة مهمة جدا وخطوة تاريخية للنادي الأهلي أن يكون له فرعا خارج القاهرة. فمهم جدا طبعا، شيء طبعا هيبقى مميز جدا يعني، وحلم أكيد لكل الأهلوية، ومدينة اسكندرية مليئة بالأهلوية في الحقيقة يعني. اتحاد الكورة ماله الفترة اللي فاتت طلع بعض القرارات بتعيين بعض الرؤساء اللجان داخل اتحاد الكرة، ومن ضمنهم لجنة المسابقات، وتواجد طبعا حسام الزناتي كرئيس لهذه اللجنة. هو شاب في الحقيقة، لكن البعض بيتكلم على ايه؟ الاتجاهات كلها بقت زملكاوية شوية، ان في ناس بانتماءات اخرى او انتماء واحد عن باقي كل الانتماءات في مصر. مش عايز اقف عند النقطة دي كتير، بس البعض بيتكلم فيها. دايما هنقيم من خلال العمل، وده شيء معروف. وكمان الاتجاه للشباب ده شيء ايضا ايجابي جدا وجيد في الحقيقة. تعليق حضرتك هو ده الكلام انت بتقوله، هو اتجاه لضخ دماء جديدة في شرايين، ده ممتاز، ادارة الكرة المصرية، ضخ دماء جديدة في شرايين اتحاد الكرة، في ان تظهر وجوه مختلفة في الجبلية عوضا عن الوجوه التي اعتدنا عليها سنوات طويله، الوجوه اللي احنا يعني عشنا معاها فترات كبيره جدا. فمهم جدا ان يكون في الفكر ده وفي التطوير ده، وبدا ده اول ما شفناه مع اللجنه الخماسيه نفسها. يعني اللجنه الخماسيه نفسها لم يسبق لاي منها ان كان موجود في اداره اتحاد الكره او في اداره الكره المصريه. فاعتقد ان هم برضو هيجوا بوجوه جديده، بفرق جديده، بناس جديده تضخ دماء جديده للكره المصريه. بنشوف لجنه المسابقات بعد ما ظلت لفتره طويله جدا مع الحاج عامر حسين، وكان قبله او دخل معاه في بعض الفترات السيد مازن مرزوق. يعني كان الاسمين دول دايما قبل عامر حسين، بقول لك يعني دول دايما اللي كانوا بيتداولوا على المسابقات في على الاقل في ال 10 15 سنه الاخيره يعني. فكون ان يظهر وجه جديد وشاب جديد، هم شايفين في نموذج اداري كويس يستطيع ان يدير المسابقه، وكان مساعد لمحمد فضل في كاس الامم الافريقيه بالظبط. فده ايا كان، لكن مهم جدا ان تدفع. كون ان احنا نقول ان ده اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا محلاوي، كل الكلام ده سابق لاوانه. طبعا احنا بنثق في كل الناس، بنقدر كل الناس، بنحترم كل الناس، يعني احنا كمصريين واحنا طبعاً كاعلاميين طبعاً واحنا كصحفيين، واخد بالك؟ فمهم جدا بتاع يعني. يمكن اللي موجود على راس اللجنه الاستاذ عمرو الجنايني، معروف انتمائه ومعروف تشجيعه للبتاع، لكن الراجل لما طلع واتكلم قال دي صفحه وانا قفلتها في حياتي، انا الان امثل كل الانديه المصريه، انا هشتغل من اجل الرياضه في مصر، هشتغل من اجل الكره في مصر. فسمعنا منه كلاما جميلا، نتمنى ان نرى منه فعلا اجمل. وهكذا رئيس لجنه المسابقات، لجنه المسابقات واحده من اهم اللجان اللي موجوده في اتحاد الكوره، لان دي لجنه بيكون فيها لعب كتير جدا في المباريات وفي الماتشات وفي الضغط وفي التاجيل وفي التقديم وفي التحديد، حاجات كتيره جدا مهمه جدا يعني. كون ان يتسلم مهمتها شاب هو حسام الزناتي، ومعروف انتمائه، بل وده يمكن كل المواقع التواصل امبارح بحثت على صفحته فوجدت عنده الكثير في هذا الاتجاه. دعنا نقفل هذه الصفحه ولا نتحدث عنها على الاطلاق، هذه لا تهمنا على الاطلاق، نحن يهمنا ان نرى كادر جديد يدير المسابقات في الكره المصريه، ونتمنى ان ينجح نجاحا كبيرا. نتمنى من الزناتي ان يكون على مستوى عالي، ان يكون على مستوى إن شاء كبير الله. إن شاء الله. ان يقدم لنا مسابقه منتظمه، مسابقه لها بدايه، مسابقه لها نهايه، مباريات لا يقبل التاجيل فيها ومرفوض مجامله احد. كل ده هيساعد على نجاح الدوري المصري، ويساعد على تقويته. ربما نرى شكلا مختلفا مع الزناتي، ولجنه جديده جدا مع الزناتي، ربما هذه اللجنه تجعلنا نرفع القبعة احتراما له، وساعتها سيكون هذا المصري الأصيل هو من نجح، وليس لنجاح الأهلي ولا الزمالك. وحتى نجاح الأهلي والزمالك في النهاية بيحتب للبلد كلها يعني. دايما دايما أي شخص بيفكر في نجاحه أكيد هيتولى مسؤولية مكان معين، هيبقى عايز ينجح، حتى لو هو بينتمي لنادي معين، فأكيد هيبقى هدفه الأول الأساسي أن هو ينجح. مفيش حد عايز يفشل أمير يعني. أنا عايز بس أتكلم في حتة الانتماء دي. ما في واحد مصري
الا ولي انتماء. طبعا خلينا نكون صادقين مع أكيد نفسنا أكيد. ولا يلوم احد ان التاني منتمي للاهلي او ده منتمي للزمالك، هذا ليس عيبا على الاطلاق ولا يبقى اي حد طبعا. واللي يقول لي واحد انت اهلاوي ولا انت زملكاوي ده مش يا جماعه، انت بتحب هذا المكان وبتحب هذا المكان ومنتمي ليه، فلا يجوز لك ان تحجر على الاخر ان هو اختار انتماء. بالظبط. لكن هذا الانتماء يعني خلينا احنا على مجال الاعلام، قد تكون يعني احنا يعني انا اهلاوي انت اهلاوي واحد زملكاوي واحد زملكاوي، لكن عندما حتى لما نوضع في دائره الاعلام اللي بتمثل جمهور الشعب المصري بنكون واقفين في النص، بنكون في الحياه اكيد وبنقدم أكيد. حاجه اعلام محترم واعلام شيك، حتى وانت في قناه الاهلي وبنمثل صوت اهلاوي او بنتكلم عن الاهلي او بندخل منبر اعلامي في نادي الاهلي بنتكلم بادب واحترام وتقدير أكيد. والحاجات دي كلها لازم تجمعنا، ده المهم جدا. لكن يعني انا مش عايز حته الانتهاء، اما ان الواحد يتحول الى مشجع ويكون مسؤول وتشجيعه هذا ياخذه لظلم الفريق الاخر المنافسه كان اهلاويا او زملكاويا فهذا مرفوض، سواء كمسؤول او كاعلامي او كاعلامي طبعا. يعني يعني هذا مرفوض رفضا تاما يعني. يعني مش معنى انك انت اعلامي بتحب الاهلي انك تقعد يعني تحاول انك يعني تغلط في الزمالك وتتكلم على الزمالك وتتكلم على ناس في الزمالك وتتكلم على مدرب في الزمالك، هذا الكلام مرفوض، ده مش اعلام، ده ما يبقاش اعلام. طبعا في النادي الاهلي قيمه واخلاقياته ومبادئه تمنعه تماما من الحديث في اعلام النادي الاهلي، هذا غير موجود على الاطلاق. وكل الصحفيين الذين يحترمون انفسهم لا يتحدثون عن الاخر، يعني حتى عندما تتحدث فتحدث عن نفسك ودع الاخر يتحدث عن نفسه يعني. صح. في هذا الامر يعني ففي ضوابط موجوده لابد ان احنا كلنا نلتزم بيها، كلنا نحترمها وبنحترم انتماءات الناس، وده وجهه نظري الشخصيه على فكره، انا بيها عن نفسي ان انا بحترم انتماء اي حد. لكن عندما تكون في موقع المسؤوليه فعليك ان تحترم المسؤوليه اللي انت موجود فيها، تحترم الامانه اللي انت موجود فيها، لا تجامل احدا، لا يعني تنحاز لاحد لمصلحه احد، لا يكون هناك اتصالات من تحت الترابيزه او اتصالات خفيه واتفاقات سريه على اشياء معينة، انك انت تعمل حاجة كده او حاجة كده، كل هذا مرفوض. لكن اذا اديت دورك بامانة وبعدل وباحترام وبتقدير وباخلاق ومن اجل هذا البلد ومن اجل ان يكون عندنا كرة قدم نظيفة، اعتقد انها هتكون شكل محترم وهتكون شخص محترم وهنرفع عليك القبعة احتراما وتقديرا يعني. كل التقدير والاحترام لكل الانتماءات المختلفة لاي واحد في الدنيا، يعني كل واحد ليه حق ان هو ينتمي للنادي اللي هو بيتمنى له في اطار الاحترام وفي إطار عدم التحيز المبالغ فيه وفي إطار المنطق، ده شيء مهم جدا. طيب بمناسبة اتحاد الكرة برضه يا أستاذ لوسي، هو الأهلي هيستلم درع الدوري إمتى؟ سؤال يعني ما عندكش إجابة؟ لا ما هو إذا كانوا هم نفسهم ما جاوبوش يعني. طب هم ليه ما جاوبوش؟ احنا خلاص هنبدأ الدوري الجديد يعني، برضه بنوجه السؤال وأنا بوجه السؤال معاك يعني، متى سيتسلم الأهلي درع الدوري؟ هو كان الطبيعي إن النادي الأهلي يتسلم درع الدوري في الملعب، في الملعب في آخر مباراة في الدوري، وآخر فرحة للأهلي في الدوري كان الأهلي يحتفل بيه ويتصور بيه وهم قالوا أعلنوا إن هم يعملوا درع جديدة للدوري المصري. دلوقتي لما أتكلم حد يقول لك الدوري في الجزيرة، يا سيدي ما احنا عارفين الدوري في الجزيرة، احنا 41 دوري موجودين في الجزيرة، 41 دوري في الجزيرة ناقص واحد برضه، والأهلي مش يعني مش مستغني عنه. لا هو مش ناقص، هو موجود بالفعل يعني، بس لا رقم 41 احنا خدناه على الورق، الدرع نفسه احنا ما استلمناهوش. فلا الطبيعي طبعا المفروض يبقى هو كدرع بيبقى موجود، بس انا قصدي كاحتفالات يعني، مثلا يوم الاحد ان شاء الله كاس مصر ده هيتاجل بقى يتسلم في مثلا ابقى يتسلم على مسرح ولا يتسلم في فندق ولا يتسلم في كافيه مثلا ولا حاجه يعني، ولا ابقى كده في الخباسه كده حد يبعته على النادي اللي هيفوز بيه. طبعا ما فيش حاجه كده في الدنيا يعني. طب فيما يتعلق بقرعه الدوري امتى؟ طب ماتش السوبر ما اعتقد هل خلاص هيبقى يوم 18 لسه معين عشان برضو ما نظلموش، ما هو الوقت ازف يا استاذ. ماشي ماشي ماشي، هم اعلنوا بدايه الدوري يوم 28، السوبر يوم 20، ده خلاص ده موعد نهائي، ده اعلنوا كده امتى الكلام ده؟ السوبر يوم 20 معلن يعني معروف، خلاص قالوا السوبر يوم 20 والدوري يوم 28 في مصر. او ربما تكون هذه معلومات غير موثقه، لكن انا ما شفتش ان اتحاد الكره اعلن على المعلومه، ما اعلنش بس يعني في الغالب يوم 20 28 غالبا، بدايه الدوري يوم 28 غالبا يعني، والسوبر 20. لكن دعنا ننتظر برضو لما رئيس لجنه المسابقات الجديد حسام الزناتي هو من يخرج ويعلن هذا بشكل رسمي ويعلن لنا الجدول يعني. المؤكد ان منذ صدور قراره يعني قبل ساعات، هو الراجل اكيد يعني دلوقتي يعني معتكف بيدرس كل حاجة وبيضبط كل حاجة علشان يطلع لنا شكل محترم ويقول لنا من دلوقتي لغاية نهاية المسابقة الشكل هيبقى ايه، والدورة هيبقى ايه، والكاس هيبقى ايه، وارتباطاتنا الدولية هتبقى ايه، وارتباطاتنا القارية، يعني كل دي فراغات اكيد موجودة عنده واضحة هيقدر يحط بناء عليها جدول المسابقة يعني. لكن طبعا مطلوب ان اتحاد الكرة يعني يتحدث في هذا الامر، يعني اين درع الدوري 41 الاهلي يتسلمه في يعني مطلوب ان الاهلي يطلع يعمل يعني مناشده سلمه، بس الدوري الجديد قرب يبتدي يعني، ده حاجه غريبه جدا يعني حقيقه يعني.
طب ما هو ده لان المنظومه كانت بتدار بشكل غير جيد وبشكل خاطئ بالظبط، وكان فيها مجاملات وكان فيها كلام غريب جدا. كان المفروض اخر مباراه في الدوري اللي هي كانت مباراه الاهلي والزمالك، كان الاهلي تسلم الدرع بشكل رسمي في هذه المباراه، وكانت القصه الموسم اللي فات في الدوري الانجليزي يا استاذ اوسي كان ليفربول ومانشستر سيتي في متنافس لحد اخر لحظه. كان في نسخه هنا ونسخه هنا. شوف الجمال، واللي يكسب هيحتفل، واللي يكسب هيحتفل بنسخته. الاهلي كان عنده مباراه المقاولين هيحسم فيها الدوري. كان ممكن المفروض يبقى فيه نسخه موجوده احتياطي عشان لو الاهلي كان حسم الدوري يحتفل في الملعب. بقول لك يعني انا هعتبر مباراه المقاولين ليست نهايه الدوري، نهايه الدوري كانت ماتش الزمالك. تمام، صحيح الاهلي حسم الدوري رسميا على الورق يوم ماتش المقاولين، لكن كان متبقيا له ماتش الزمالك. طبيعي جدا انك تقول لك في اخر مباراه في الدوري انا اديك البطوله، خلاص يا عم انا وصلت اخر مباراه، ليه ما وفرتليش الدرع؟ ماشي، هنشوف ان شاء الله هيدونا الدوري امتى. المهم نهائي كاس مصر ما بين الزمالك وبيراميدز بحضور جماهيري. تمام، هي دي النقطه عايزها. طبعا المباراه هتبقى كويسه، مباراه جميله طبعا ما بين فرقتين كبار في مصر، اتنين فنيات عاليه كل حاجه. احنا مش عايزين نتكلم عن الجانب الفني، انا عايز اتكلم على جانب حضور الجماهير في هذه المباراه يا استاذ اوسي. في عدد مميز من الجماهير هيحضر بالظبط. في نفس الوقت الاهلي لما كان بيلعب في كاس مصر ما كانش بيحضر له جماهير حتى لما كان بيوصل للنهائي. مش حكايه الاهلي ده، هو من بدايه كاس مصر واعلنت لجنه المسابقات ان مسابقه كاس مصر بلا جمهور. الاهلي حاول والاهلي طالب والاهلي تحدث يا جماعه ليه، وكان وقتها اللي هي 500 و500 بالظبط، كانوا 1500 دول تقريبا بيدخلوا الملعب. كان الاهلي قال بما ان في 500 في الدوري طب ما تخد الكاس خليه فرصه ان الجمهور يعود، ورفضت مطالب الاهلي في هذا الوقت. ولعب الاهلي يمكن حتى مباراته الاخيره اللي قدام بيراميدز بدون جمهور. يعني الاهلي ما استفادش من جمهوره. صح، ربما لو كان جمهوره موجود كانت الامور تبقى مختلفه. لو كان اتيح الاهلي ان في 42,000 موجودين في مواجهه منافس قوي بهذا الشكل ربما كانت الامور تبقى مختلفه يعني. فالاهلي لعب بدون جمهور، وحتى الماتش الاخير الماتشات الاخيره للزمالك والبيراميدز كلها كانت بدون جمهور حتى السيمي فاينل يعني. انا هقول لك خبر صدر عن اتحاد الكوره، وهذا الخبر يعني كان منشور على الصفحه الرسميه لاتحاد الكوره يوم 17 فبراير. حلو، المسابقات تعلن المواعيد الجديده للدوري والكاس. اعلنت لجنه مسابقات الاتحاد المصري لكره القدم التعديلات الاخيره على مواعيد مباريات الدوري الممتاز ومؤجلات بطوله كاس مصر في ضوء غلق بعض الملاعب لصالح تنظيم كاس الامم الافريقيه وعوده الاسماعيلي لبطوله الانديه الافريقيه. كويس. واشارت الى اعلان مقبل عن باقي الجدول، ده كل الخبر يعني في المشاركه. واشارت اللجنه ايضا الى ان مباريات كاس مصر ستقام، مباريات كاس مصر تاكيد على ان كل مباريات كاس مصر ستقام بدون جمهور بتنظيم الاتحاد المصري لكره القدم. هذا الكلام بالجدول منشور على الصفحه الرسميه اللي واخده اتحاد الكوره، ما قالوش في ميعاد النهائي. لا لا لا، ما فيش حاجه، ما فيش حاجه. كل قال وهم قالوا كل مباريات كاس مصر هتلعب. حتى النادي الاهلي كان معترض، والنادي الزمالك كان معترض، الدنيا كانت معترضه. طب انت حضرتك اقمت كل المباريات بدون جمهور، يعني معنى مباراة لما تيجي تقيم مباراه بدون جمهور، طب ما ده في نوع من عدم تكافؤ الفرص طبعا. ولا في تكافؤ فرص؟ لا مفيش. يعني في فرق ما استفادتش من جمهورها. كان ممكن يبقى الجمهور موجود وكان ممكن يكون له تاثير وكان يبقى يكون فارق في المباريات. ما بغض النظر عن تاثير الجمهور او عدمه، كل احنا مع عوده الجمهور بس ليه ما لا طبعا مع عوده الجمهور بس انت قلت بدون جمهور، ليه لعبت كل الماتشات بدون جمهور وجاي دلوقتي هتيجي تقول لي ان ده نهائي كاس مصر وده صوره مصر؟ طب ما صوره مصر ما كانتش من اسبوع، صوره مصر ما كانتش قبل كده يعني برضو يعني عايزين نفهم، يا ريت حد يوضح لنا يعني لو كان يعني كان في كلام غير هذا الكلام الرسمي الذي نشر في 17 فبراير من هذا العام على الموقع الرسمي لاتحاد الكره وقال لنا كل مباريات كاس مصر بدون جمهور. انا مش عارف طبعا لو ممكن واحد يقول لك طب ما هو دلوقتي دي لجنه جديده اللي موجوده في اتحاد الكره. مفيش حاجه في القرارات واللوائح الخاصه بالمسابقات، مفيش حاجه اسمها لجنه جديده ولجنه قديمه. دي لائحه طالما قرار عليها البطوله. هذه البطوله تقام على ملاعب كذا، تقام بدون جمهور، نظامها كذا والفائز بها كذا وهتتلعب بشكل طريقه لعبها كذا وبدون جمهور. خلاص يبقى انت خليت كل الفرق بتلعب بالجمهور متساوي في هذا الامر. مع ان ده بيسبب ضرر للاخرين. ليه؟ لان في فرق ليها شعبيات كبيره وفي فرق ملهاش، فالغاء الجمهور بيفيد من ليس له جمهور. لعبت ده واشتغلت على ده ومشيت عليه، جيت حضرتك في اخر لحظه واخر لقطه بتخالف ده وبتعلن دخول الجمهور للملاعب في نهائي كاس مصر. بنؤكد ان احنا مع الجمهور طبعاً ويا رب طبعاً. كل مباريات الدوري أكيد. والكاس يكون فيها 100,000. هو الراجل نفسه وعد ان في الدوري اول اسبوع هيبقى لكن تلعب ماتش بجمهور وتلعب ماتش غير جمهور، اعتقد ده هو اللي اسمه مبدا يعني عدم تكافؤ الفرص.
ماشي، نتمنى الامور تبقى افضل وافضل خلال الفتره الجايه بالنسبه لاداره اتحاد الكره وبالنسبه للمسابقات المحليه بشكل عام. عندي بعض الاخبار اللي وقفت عندها في الحقيقه استاذ اوسي، من ضمن الاخبار ايضا المتعلقه باتحاد الكره، نمائيه عموميه لانديه اتحاد الكره السبت المقبل لتعديل لائحه النظام الاساسي. ان في اجتماع يوم السبت ما بين اعضاء الجمعيه العموميه الدوري الممتاز القسم الثاني والثالث في احدى الفنادق في القاهره عشان يشوفوا ويتكلموا في موضوع تعديل لائحه النظام الاساسي. بتشوف القصه دي ازاي؟ طبعا يعني هو كان اتعمل لائحه النظام الاساسي، هل هم هيعدلوا بقى في حاجات ثانيه؟ عايزين يعدلوا. ده دليل على ان الحاجات اللي هم نفسهم عملوها قبل كده ما كانوش مقتنعين بيها. لان هم اللي عملوا اللائحه الاساسيه قبل كده، فكون هم يعملوا تعديل جديد فده طبعا دليل على هذا الامر. نتمنى ان يتم تعديل جديد يصب في مصلحه الكره المصريه وما يكونش يعني تعديل بيحمل مجاملات لحد، خصوصا فيما يتعلق بانظمه المسابقات وبشروط عدد الجمعيه العموميه ومين اللي يبقى موجود في الجمعيه ومين اللي ما يبقاش موجود. يا ريت الحاجات دي يتم النظر ليها بنظره يعني من خلال منظور المصلحه العامه وليس مصلحه مراكز شباب او انديه صغيره او انديه كبيره. المصلحه العامه هي من تحكمنا، مصلحه الكره المصريه هي الاهم. وزي ما احنا متفقين دايما بنقول ان اصلاح الكره المصريه من صلاح الجمعيه العموميه، ما دامت هذه الجمعيه الصالحه فالمؤكد ان اختيارها لمجلس اداره اتحاد الكره القادم ان شاء الله في 2020 بعد الالعاب الاولمبيه في طوكيو اكيد هيكون اختيار صالح ان شاء الله. فرصه كبيره جدا ان مجلس اداره الاتحاد الحالي وهو مجلس بلا ضغوط، مجلس بلا فواتير، مجلس بلا انتخابات، اعتقد ان هو ممكن يعني يعني ما عليهوش ضغوط من الجمعيه العموميه يعني بالظبط. اعتقد ان هو يقدر يحقق حاجات كتيره جدا ويقدر يعمل لوائح مهمه جدا للكره المصريه يعني. طيب الاعلان عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الاول ممكن يبقى امتى يا استاذ اوسي؟ والله هم لغايه دلوقتي مش موضحين هذا الامر لان في خلاف حول اسم المدير الفني اللي ممكن يقود او الجهاز اللي يقود المنتخب. اسهم مين اعلى دلوقتي؟ احنا عارفين الاسهم يعني بتتغير كل يوم، ممكن مره حسام بدري يبقى اقرب، مره حسن شحاته يبقى اقرب، حفظ الالقاب طبعا يعني تشوف مين اللي يعني طبعا يعني حسب معلومات ان الكابتن حسن شحاته كان مطروح وما زال مطروحا بقوه مع الكابتن احمد حسن، وما زال هناك تفاوض حول الجهاز اللي هيبقى موجود. احمد حسن كايه؟ ده كمدير للجهاز المنتخب. تمام. وربما يكون مدرب عام لان هو قبل كده يعني برضه مش محدد يعني، بس هو هيكون ضمن الجهاز يعني. ولكن في الغالب في الناحيه الاداريه يبقى مسؤول مدير المنتخب يعني. تمام. طبقا للمعلومات المسربه يعني. وفي لكن هناك خلاف داخل اللجنه على ان كابتن حسن يتولى المهم، مع طبعا كل الاحترام وكل التقدير لكابتن حسن شحاته، يعني حقق ما ربما ما لا يستطيع احد تحقيقه مستقبلا الا الله اعلم انت يعني. صعب صعب لا يعني حقق انجاز صعب على اي حد يعني. أكيد. ان تفوز بثلاثه امم افريقيا فعمليه صعبه جدا يعني. وبالمناسبه طبعا الكابتن حسن حتى لما مسك منتخب مصر في الوقت ده ما كانش عنده في السي في ولا بطوله افريقيه ولا بطوله قاريه ولا كان مسك المنتخب قبل كده، وكان ماسك فرقه درجه ثانيه كانت فرقه المقاولين. بس المقاولين ده كاس وسوبر. ما انا بقول لك كانت المقاولين فرقه درجه ثانيه في الوقت ده. فعلا. وتولى منتخب مصر وعمل انجازات مبهره واصبح السي في بتاعه يعني بقول لك اصبح السي في بتاعه من قتل السي فيات اللي موجوده على مستوى افريقيا، بل سبقت تنافس السي في عالمي طبعا واخد بالك. فطبعا الكابتن حسن مطروح وهناك معارضه من البعض ان يتم الدفع بوجوه جديده زي ايهاب جلال مثلا، اسمه مطروح برضه بقوه. كابتن حسام بدري كان مطروح لكن اسهمه تراجعت كثيرا. ففي يعني نوع من الخلاف حول يعني اظهار اسم المدير الفني. الاسس يعني اللي من خلالها بيتم اختيار المدير الفني ايه هي؟ عشان برضه نبقى عارفين تبقى واضحه للناس يعني ايه الاسس؟ يعني ممكن البعض يقول لك انا عايز مدير فني شاب. عندك حسام حسن شاب، حسام بدري يعتبر مش كبير يعني. عندك مين تاني؟ ايهاب جلال. ميدو هو الكابتن حسن شحاته بس اللي يعتبر مدير فني قديم يعني. فبعض يقول لك نروح للشباب. طب الاسس اللي انت بتختار كابتن عماد نحاس، بس احنا بنتكلم في الخمسه اللي يعني اعلنهم رئيس اللجنه المجموعه اللي اعلنوها يعني. ايه الاسس يعني يا استاذ؟ يعني انا شايف ان الامور هتتجه نحو حد نحو الحد الشباب الاكثر يعني. الشباب يعني انا تخيلي ان ده توجه مرحله. طب الاربعه شباب مميزين طبعا الافضل الاكثر اللي عمل نتائج مميزه اللي ليه شخصيه مميزه اللي ليه بصمه مميزه اللي يقدر يتحمل ضغوط العمل في المنتخبات الوطنيه دي هتخضع لقرار المختارين اللي هيختاروا
يعني انت ممكن تختار واحد، انا ممكن اختار واحد، انا ممكن اختار، لكن في النهايه مجلس اداره اتحاد الكره هيختار واحد في النهايه. بالزبط. وعلينا كلنا في النهايه ان احنا ندعمه بكل قوه، لان في النهايه يبقى مدير فني المنتخب المصري. اكيد طبعا. فانت لو طرحت الاختيار دلوقتي بين الاف الجماهير المصريه لن نتفق على شخص. مستحيل، لا يمكن نتفق على شخص. لكن ما اما وان هناك في جهه مسؤوله، هذه الجهه منتخبه، هذه الجهه معينه اختارت جهاز فني، فعلينا كلنا ان ندعم هذا الجهاز الفني. أكيد. ده سواء في انديه سواء في منتخبات، لان الامور لو تركت الى كل واحد يكتب على صفحته ان القرار ده غلط والقرار ده صح، ومدرب المنتخب لازم يكون كابتن حسن شحاته، ومدرب المنتخب لازم يكون كابتن حسام البدري، ومدرب المنتخب لازم يكون سين او صاد او ضاد، ومدرب المنتخب مصر اجنبي، هتجد الامور فيها الكثير من الفوضى. لكن في النهايه هذه مرحله للاختيار الجهاز، اتمنى انهم يوفقوا في اختيار جهاز قوي يستطيع ان يحقق طموحات الكره المصريه، يجيبوا لنا مدرب طموح يستطيع ان يكون عنده طموحات ان هو يعمل انجازات كبيره جدا، مدرب كل شخصيه، لان مهم جدا مدرب المنتخب الوطني كل شخصيه، لانه بيتعامل مع اهم نجوم موجودين سواء المحترفين او اعظم النجوم الموجوده في الكره المصريه، مدرب كل فكر كل رؤيه، يكون عنده قدره على اداره مباريات في ظروف صعبه جدا، على تحقيق احلام وامال الجماهير، كل دي اعتقد ان ده هيكون موجود على طاوله الاختيار للجهاز الفني الجديد. طيب عصام الحضري هيبقى موجود في الجهاز؟ انا اتمنى ما يكونش موجود. ما انا عشان كده انا بسالك، يعني انت بتقول لي اتمنى ان ما يكونش موجود، مش تقليلا من عصام الحضري. عصام الحضري دعنا نتفق على انه واحد من اعظم حراس التاريخيين طبعاً في مصر طبعاً. يعني لو وربما ياتي على المقدمه، يعني لان عصام الحضري عمل انجازات غير مسبوقه، وان يلعب يعني حتى يمكن ربما يكون عنده رغبه في اللعب الان في هذه المرحله السنيه، وكان بيتمرن بشكل رهيب، اعتبره لغايه الموسم المنتهي كان بيلعب موجود فيه عصام الحضري. كون يلعب لهذه المرحله السنيه وبهذا الشكل، فاعتقد ان ده انجاز عظيم، انجاز اسطوري لم يسبقه اليه اي حارس مرمى ربما في العالم وليس في مصر. فكحارس مرمى له تاريخ عظيم وله تاريخ كبير عليه طبعا. لكن هل خاض كابتن عصام الحضري تجارب تدريبيه حتى ولو على اي مستوى؟ يعني على اي مستوى؟ يعني في دلوقتي في موضه في اوروبا شغاله ان اللاعب يكون معتزل قريبا ويتولى، لكن ستجد ان هذا اشتغل ضمن جهاز فني. يعني لما زيدان قبل يروح ريال مدريد كان موجود وكان ماسك فريق الشباب موجود في ريال مدريد، في كاستيا، ريال مدريد كاستيا اشتغل معاه. لامبارد في تشيلسي برضه اشتغل فتره وبياخد دورات وبياخد تجارب في اوقات قصيره، بس لازم ياخد ده. ما ينفعش تبقى معتزل بتخلع قميص اللاعب وترتدي قميص المدرب في اليوم التالي. اعتقد ان عصام الحضري لابد ان يحافظ على نفسه، منتخب يعني، لابد ان يحافظ على نفسه ويحافظ على اسمه، وهو يستعد وياخد تجارب ويستفيد. واعتقد ان ما لديه من خبرات سيجعله في الصفوف الاولى مبكرا في عالم التدريب اذا اراد ان يسلك هذا الطريق. ده اللي انا بتكلم فيه. اليوم السابع واخده تصريح احمد ناجي، انا عشان كده بسالك في قصه عصام الحضري. كابتن احمد ناجي بيقول الحضري صاحب خبره كبيره ولكن التدريب له معايير اخرى. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا بقول لك هو عنده خبرات كلاعب وكحارس كبيره جدا، عظيمه طبعا، واعتقد الخبرات دي هتساعده في النضوج مبكرا كمدرب، وهترفع من اسهمه كبيرا. اللي يقعد طول المرحله دي ويحافظ على نفسه، اعتقد ان احنا نفسنا عصام الحضري يصنع لنا يعني 20 عصام الحضري في مصر بهذا الشكل يعني. لكن لابد ان ياخد وقته وياخد فرصته وينضج، ده مهم جدا يعني. بالظبط. عايز اروح للانجاز الكبير اللي مصر حققته في دوره الالعاب الافريقيه يا استاذ وسي، حوالي 273 ميداليه متنوعه، ده انجاز فريد من نوعه في الحقيقه. ويدي اطمئنان للمرحله المقبله قبل اولمبياد طوكيو 2020 ان شاء الله، نتمنى ان احنا نحصد فيها اكبر كم ممكن طبعا ميداليات. بتشوف الانجاز ده ازاي؟ انجاز يقترب من مرحله الاعجاز. حلو. انجاز لابد ان نقف امامه. انجاز لابد ان يحمل منا تقدير لمن حققوه. انجاز يعني يجعلنا كما قلت مطمئنين على مستقبل الرياضه المصريه، ان احنا مصر دايما يعني ليها الرياده، مصر ليها التفوق، مصر ليها التميز، وده طبيعي جدا بالنسبه لمصر. ان هي تكون في المركز ده، تكون في الموقع ده، تكون في المكان ده. لما تحقق 273 ميداليه، رقم قياسي غير مسبوق منذ انطلاق دورة الألعاب الأفريقية عام 1965، أعتقد أن ده شيء عظيم جدا لمصر، شيء نفخر به كمصريين. وإيه والبطولة مقامة خارج أرضك. دايما لما تكون البطولة على أرضك وتفوز بالبطولة، فده بيكون متاح لك أنك بتشارك بأكبر عدد من الرياضيين. فكون أنك أنت البطولة مقامة خارج أرضك، مقامة في المغرب، وأنت تتفوق بهذا الشكل وبشكل ساحق على أقرب منافسين ليك نيجيريا الثاني
وجنوب افريقيا، وتكاد ميدالياتك الذهبيه يعني اكثر من مجموعهما معا، فده شيء على ان الرياضه المصريه في مكانه وباقي الدول الافريقيه 52 دوله في مكانه اخرى. فتحيه للاتحادات الرياضيه، تحيه للاعبين الموهوبين اللي بيشتغلوا تحت الظل وبدون ان يراهم احد وبدون ان يهتم بيهم احد بالشكل الكافي يعني، وبدون ان ينالوا التقدير الاعلامي المناسب، رغم ان ما فيش اي اضواء عليهم غير الاضواء، وبدون ان ينالوا التقدير المالي الذي يليق به بالظبط، صح، حتى بعد ما بيحققوا الانجازات. لا بس بيبقى في تقدير من الدوله، بس مش بالشكل الثاني اللي موجود مثلا في العاب ثانيه زي قصدك بمقارنه بالكره كره يعني. القدم يعني طبعا الكره دي حاجه الأساس بس طبعاً. على الاقل يا جماعه الناس دي كلها اهتمام، اكيد اكيد يعني اللاعب من ده انا لما الاقي في لعبه معينه في تنس الطاوله مثلا، لما الاقي اللي واقفين على المنصه في الثلاثه من مصر الفضه والذهب والبرونز، فدي حاجه عظيم ودي اتكررت كتير. لما الاقي فتاه في السباحه هانيا مورو بتاخد 4 ذهبيات، لما الاقي ساره سمير، لما الاقي ابطال رفع الاثقال محمد ايهاب وعدد كبير جدا من مجموعه رفع الاثقال خد 3 ميداليات ذهبيه، كل دي حاجات عظيمه، كل دي حاجات محترمه. لما تحقق اكثر من 102 ميداليه لاول مره في التاريخ غير مسبوق ان حد جاب الرقم ده، فده شيء عظيم جدا يستحق عليه التحيه والتقدير، ويدفعنا الى الاهتمام بهذه الالعاب، لان هذه الالعاب بتعبر عن قوه البلد، بتعبر عن حضارتها، بتعبر عن تفوقها، بتعبر عن تميزها. الاهم من هذا الانجاز اللي احنا حققناه ان نواصل مسيره اللعبه، مسيره الانتصارات ان شاء الله في 2020 في طوكيو، ويكون عندنا علم مصر موجود هناك باذن الله ان شاء الله. يا استاذ اوسي انا بشكرك جدا، وبسعد دايما ان حضرتك بتبقى معايا في الحلقه، يعني ان بتبقى بتديها معلومات كتيره واثاره، والناس بتبقى متشوقه جدا لحلقه يوم الخميس بالتحديد. بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا استاذ امير، تحيات حياتك ولكل المشاهدين، يا رب تكون الحلقه عجبتهم. نورتنا يا استاذ اوسي والله، نورتنا. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، إن شاء الله الحلقة الجديدة هتكون يوم السبت القادم، وأسبوع جديد من هذا البرنامج. استنونا إن شاء الله، إلى اللقاء.